واحد بيقول لماذا تشتد الحروب الشيطانية في فترة الصوم؟ فترة الصوم فترة روحية الإنسان بيحاول يسلك فيها روحيا، فلما الشياطين يلقوه بيسلك روحيا يتضايقوا منه فييجوا يحاربوه. مش معنى كده انه لا يسلك روحيا عشان يمتنع، الشيطان ممكن يحارب في كل وقت. ازداد علي وانا خير. لا ما تخافش، ازداد في الصوم وازداد في الصلاة وهم ما يعرفوش يعملوا